انه بعض حالات الجدل التحكيمي بيعرضها على الحكم الانجليزي المتقاعد جيرموت جالاجار، وبيسالوا على بعض الحالات اللي فيها جدل شويه. سالوا على قرار محمود عاشور في عدم احتساب ركله جزاء لصالح الانتاج ضد الاهلي، الناس كلها طلعت قالت الحكم جامل الاهلي، الاهلي بيتجامل من الحكام، الانتاج الحربي له ضربه جزاء، محمود عاشور خاف من الاهلي، كل الكلام ده سمعتوه. طب الرد الانجليزي ايه؟ زي نفس وقعت برضه ابراهيم نور الدين في مباراه الزمالك والمقص، ميدو سال الحكم الانجليزي ونشوف رده. I think the referee is correct. I think there's not enough contact to make the forward go down like that. They run it side by side and the forward gets in front and he leans into him, but that's as much as he does. What I do think is very, very interesting is if this was in the Premier League in England, the VAR would just say to the referee, no penalty and it's over. I think the fact that the referee went to the screen and had a look himself, it sells it better. It looks better for everybody that the referee has made the decision on the field. He's gone and checked. And he's still in command of that situation. He has taken ownership and said no. And I think he's right. طيب يبقى انا بعتذر لابراهيم نور الدين لان انا هاجمت ابراهيم نور الدين بشكل كبير جدا على قراره ان هو راح للفار وما حسب الكوره مش ما حسبهاش بينالتي، وانا طلعت هاجمته بشكل كبير جدا. لكن انا راجل مش بتاع تحكيم، انا على تويتر بقول رايي. الراجل ديرموت بيقول ان قرار ابراهيم نور الدين كان قرار صحيح 100%، وان هو مستغرب ان الفار اصلا ندهله ان هو يبص على الكوره. هو شايف there is no enough contact، يعني مفيش التحام كافي في الكوره، وان هو شايف ان ابراهيم نور الدين كان صح ان هو ما يحتسبش الكوره ضربه جزاء. زي ما انا طلعت هاجمت ابراهيم نور الدين بقول لك بعتذر لك، انا اسف، انا مش حكم، انت صح انا غلط. I think the only thing that's clear is that it strikes the player's it strikes the red player's hand. There's no doubt about that. When the yellow 17 crosses the ball, he is so close to the red 29. The red 29's got his arm down low. It's tucked into his side. It strikes him, no doubt. But that's all it does. It's not a deliberate handball, and for a penalty, it has to be deliberate. I think the two things, the two factors really are the position of his hand is not making his body bigger, and the distance the ball has traveled is so short, he has no chance of getting out of the way of the ball. الكرة الثانية ماتش الانتاج، الراجل بيقول ان الكرة قريبة جدا قريبة جدا، ايد جيرالدو ما اتحركتش، كانت موجودة في بوزيشن طبيعي. الكرة مش ضربة جزاء، برافو محمود عاشور، الكرة والمساعدين بتوعه، الكرة مش ضربة جزاء. طيب هذه ليست قناة النادي الأهلي، هذه قناة النهار، هذا ليس الأستاذ إبراهيم المنيسي، هذا الكابتن ميدو. الحكم ليس فلان المصري ولكن حكم انجليزي ثقه، ووصل من درجه القناعه الكابتن ميدو ان يقول انا بعتذر للكابتن ابراهيم نور الدين. وكان هناك امور اخرى يعتقد الاهلي انه صاحب حق فيها، والناس برأت برضه الكابتن ابراهيم نور الدين، ولكن هي كويس كويس انك تشكك، بس هو ده اسلوب الحوار اللي احنا عايزينه باستمرار. قول اللي انت عايزه بس نقدر نوصل للحقيقة بطريقة أو أخرى. برضو للوصول للحقيقة، الكابتن سمير محمود عثمان خبير التحكيم، الأهلي كان له ضربة جزاء جيرالدو أمام أسوان، نشوف الكابتن سمير عثمان علشان يبقى رأي الخبراء مش رأينا احنا. اما نشوف هنا كان في كره مهمه النهارده في المباراه، اللي هو لعيب النادي الاهلي كان منفرد بمرمى لعيب اسوان، من اول لقطه ممكن تشك انها ركله جزاء، بس اما نيجي نشوفها هنا هتلاقي في اعاقه من حارس المرمى ايديه الشمال، في اعاقه على رجل لعيب النادي الاهلي وهو مندفع، حتى لو لمسه خفيفه وهو مندفع ده عاق اللعبه زي ما احنا شايفين هنا. طبعا لعبه اتلعبت سريعه، دي من اول زاويه جينا نتاكد برضو منها من الزاويه الثانيه، لما نيجي نشوفها برضو هتلاقي ايد الشمال وباينه طبعا من جوانتي الاصفر، في هنا تلامس طبعا مع الرجل اليمنى للاعب النادي الاهلي، طبعا دي افقدته التوازن بتاعه كان لازم هيقع. انا هنا بس طبعا هتبقى بعيده على طارق مجدي، بس انا هنا شايف كان مسؤوليه، هي دي النقطه، مسؤوليه كامله لطبعا حكام الفي ار محمد الصباحي مصطفى عثمان، كانوا ينادوه، هو ممكن يكونوا كلموه وقالوا له احنا شايفينها ما فيهاش حاجه، بس يعني لو عملت واجب شويه هتبان.
برضو دي مش قناة الأهلي، دي قناة أون تايم سبورت، وده أستاذ محمود، كابتن محمود، كابتن سمير، سمير محمود عثمان، مش الأستاذ إبراهيم المنسي أبو صفارة. إحنا وبعدين الصورة لا تكذب، الراجل نزل بإيده ضغط على رجل اللاعب وقع، ورغم هذا ما عملناهاش قصة يعني، ما حدش يتكلم عليها وما حدش مشغول بها، هنقف كتير عندها زي ما الأخوة في قناة الزمالك وبعض البرامج مشغولين جدا جدا باستاد الأهلي. هو استاد الأهلي ولا استاد الإنتاج الحربي؟ هو استاد